السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم ماي أوسمان. بالأدلة والصور سوف نكشف لكم ألغاز وأسرار الإعلان ومفاجآت الحلقة القادمة، ومنها بالأدلة هل هناك خطة بين عثمان وترقط لخداع الأعداء، وهل يكون هناك خسائر في هجوم أولوف على مقر عثمان، وبالصور انضمام آل تشيتشيك إلى رجال عثمان، وظهور السلطانة أسمهان في قلعة بالمرة وتهديدها لأكتام، ولماذا تخلصت من ساروجا، وبالصور لماذا ظهرت المجانيق في النهار والليل في مقر عثمان وغيرها من الأمور. وقبل أن نكمل هذا الفيديو لا تنسوا ذكر الله تعالى وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نكمل تفاصيل الحلقة. قبل أن نتحدث عن الحدث الأكبر هو مسألة خلاف بين ترقط وعثمان، سوف نتحدث بالصور عن بعض الملاحظات بشكل سريع خصوصا التي جاءت في مشاهد الإعلان، ونبدأ ونقول أن هناك مجانيق تكون في مقر عثمان، فهل يأتي بها ترقط أم أنها غير موجودة في قلعة إيناغو؟ وغالبا هي غير أنها كانت موجودة كما ترون حين كان الهجوم أولو في الليل، وكانت موجودة في النهار قبل هجوم حينما كان يراقبها بيندر تحديدا. ومن جهة أخرى ظهرت السلطانة أسمهان في قلعة مرمرة وكان أمامها أكتام، فهي سوف تذهب إلى قلعة مرمرة وسوف تقوم بتهديد أكتام والحاضرين، فيبدو أن أكتام سوف يبقى في صف عثمان، ولهذا قامت بتهديده كما رأينا، وقالت حينها سوف تعرفون جميعكم ما نهاية العصيان، فهل يضعف أكتام؟ فما رأيكم؟ ومن جهة أخرى فقد رأينا ابنة أكتام وهي تشارك مع الأخوات في مقر جديد لعثمان، هذا انتقلت إلى صف عثمان، وربما سوف تحدث مشاكل مع والدتها لأن زوجة أكتام ترفض انضمام آل تشيتشيك إلى عثمان. قد ظهر كانتا كازينوس في مكان ما وكان يقول أن الدولة البيزنطية سوف تجلب لك الجحيم، وربما يكون متواجدا في قلعة كوبري حيصر، وحينها قد ظهرت السلطانة أيضا في الغابة وكانت تتخلص من محاربي عثمان، فربما كلفه عثمان بمراقبتها ويتم كشفه السلطانة وتتخلص منه. وكذلك جاء في الإعلان أن عثمان يقول أنا أقرر رأس من سيقطع. لمن كان يقول هذا الكلام؟ هل يوجهه لترقط أو لشخص آخر؟ وقد رأينا أن أولوف ورجاله هجموا مقر عثمان، فهل يكون هناك خسائر في صفوف عثمان أم أنهم سوف يقعون في كمين جديد لعثمان؟ سوف نتطرق في هذه المسألة بعد قليل. ونعود بعد هذا المرور السريع إلى مسألة كبرى والمشتعلة جدا، وهي مسألة ترقط وهل خلافه مع عثمان حقيقة أم أنها خطأ سوف يقوم بها مع عثمان لخداع الأعداء. ونقول أولا فحينما حصل من ترقط واعتراضه على حكم أكتام لقلعة مالمرة، ولهذا اختلف ترقط مع عثمان كما جاء في الحلقة الماضية، والأهم أن ترقط لم يشارك في المهمة الذي طلبها منه عثمان، ولم يتوقف هذا الأمر عند حده بل كان الإعلان صادما، فقد رفض ترقط تسليم المناجيق إلى عثمان وقال له أن الحق التصرف فيها، ولكن في المساء سوف يحصل هجوم ألوف على عثمان غالبا. وعموما لدينا هنا بخصوص ترقط احتمالين، فالاحتمال الأول أم أن يكون ترقط يقوم بخطة مع عثمان ولذلك لخداع الأعداء ويجعلهم يتفقون معه ضد عثمان، ثم يكتشفون خطط الأعداء ويقضون عليهم، وهذا سيناريو منطقي وهو مقبول لو حصل. أما الاحتمال الثاني أن يكون خلاف بين ترقط وعثمان حقيقة، وهذا صراحة هو الأقرب من السباق ما حصل في الحلقة الماضية والإعلان، لأن ترقط كان غاضبا ورفض أن يذهب إلى عثمان، وعثمان كان مع رجاله المقربين عندما سأل عن عدم مجيء ترقط للاكتشاف، وكذلك ما ظهر من ترقط عندما قال بما معناه أن عثمان لا يقدر قيمتي. والعموم لو كان هذا الخلاف بالفعل حقيقي فالسيناريو سوف يكون سخيف جدا وغير مقبول على الإطلاق، فترقط يعرف حكمة عثمان وخبرته جيدا وبينهم ثقة كبيرة جدا، والأهم ومعروف أن أكتام هو من قدم التضحية بشكل أكبر، وكذلك لو دعاه للمشاركة في الفتح لما قصر مع عثمان. ومن جهة أخرى كذلك ترقط يحكم أكبر قلعة لدى
عثمان وهي قلعة إيناغون، واستغرق فتحها كثير من الوقت. خلاصة من السخافة والسذاجة أن يكون خلاف بين عثمان وتورغوت حقيقة. عموما الأمر سوف يكون لتكبير الأحداث، فهناك أحداث أخرى مرتبطة بهذا الخلاف، وخصوصا في هذا الوقت العصيب فعثمان سوف يواجه حاليا السلاجقة هو البيزنطيين ومرتزقة الفايكنج والخونة وغيره. وقد رأينا أن السلطانة أسمهان لقد جاءت إلى تورغوت وقالت له أريدك إلى جانبي بصفي يا سيد تورغوت، فهل يوافق على العرض للسلطانة؟ نعم سوف يوافق غالبا، إذ كانت هناك خطة مع عثمان فسيحققون أهدافهم. أم إذ كان الخلاف حقيقي فقد يكشف خيانة السلطانة وبيندر ويقوم فيما بعد بتصحيح خطأه ومساعدة عثمان، وربما جاء المسلسل بهذا الخلاف ليبرز دور تورغوت بشكل أكبر. فالممثل لشخصية تورغوت شخصية قوية، ولن يعطي حقه لهذا الممثل إذ كان خصما لعثمان. نحن نرى أن المسلسل لا يركز على قوة دور أصدقاء عثمان كثيرا، إنما يركزون على قوة خصوم عثمان غالبا. والعموم مسألة خلاف تورغوت وعثمان قد يتدخل الشيخ إديب علي ويفصل بينهما، إذ كانت هناك خطة فسوف عثمان يكتشف خيانة بيندر له، وكذلك سوف يتم اكتشاف إفري هي مارتا الموجودة في قصر عثمان. من جهة أخرى عثمان كان يقول في الإعلان أنا أقرر رأس من سأقطع، وقد كان غاضبا حينها، وكان خلفه بوران ومكان متواجد فيه شبيه لقلعة إيناغون كثيرا. فمن كان يقول هذا الكلام وهل يوجهه إلى تورغوت أو إلى شخص آخر؟ وقد تحدثنا في البداية عن مسألة المجانيق وقلنا غالبا لن يأتي بها تورغوت قبل هجوم أولوف، سوف تكون المجانيق التي ظهرت في مقر موجودة مسبقة مع عثمان، فقد كانت في المقر عندما راقبهم بيندر وكشف مكانهم. وننتقل إلى مسألة هجوم أولوف على مقر عثمان، هل يكون هناك خسائر في صفوف عثمان؟ فقد كان بيندر يراقب المكان وكشف هذا الأمر وسوف يخبر به السلطانة وأولوف، وأولوف ظهر في الليل مهاجما مع رجاله بشكل مفاجئ لهذا المكان. ولدينا هنا احتمالين، احتمال الأول أن عثمان يعرف مسبقا بهجوم أولوف ويستعد له جيدا، بهذا لن يكون هناك خسائر في صفوف عثمان. والأمر الثاني ألا لا يعلم عثمان بهذا الهجوم، وبهذا سوف يخسر عثمان كثيرا. ولكن أتوقع أن لا يكون هناك محاربي عثمان الأساسيين في هذا المكان، ظهر في الإعلان في الليل بأن بالا وكونو وغيرهم وهم قادمون إلى المقر، فهل يخسر عثمان أحد رجاله؟ فما رأيكم؟ من المفترض أن لا يعرف عثمان بهذا الهجوم، إذ قام بيندر بإخبار عثمان بهذا الأمر وهذا الهجوم، وهذا مستبعد غالبا. والصحيح أن عثمان صلح خطأه مع بيندر فقد أعطاه الذهب، ولكن بيندر مازال مستمرا في خيانة عثمان كما نرى، وبيندر سوف يتم اكتشافه من طرف تورغوت، وتورغوت سوف يصلح خطأه ويخبر عثمان عما جرى. أنا أرى أن المسلسل الموسم الرابع من قيامة عثمان يتم تكرير السيناريو للجزء الثالث لقيامة عثمان. تذكرتم قليلا نفس المشكل الذي قام نيكولا بحرق جميع معدات عثمان في مقر السري وقام بطعن الحداد، وهذا هو نفس السيناريو يعاد مرة أخرى. وهذا هو نهاية هذا الفيديو، ودمتم في رعاية الله ورسوله، فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.